ماريلين نعمان، واخيرا التقينا باستوديو اغاني اغاني ببودكاست دور. بودكاست دور دردشه عفويه مع نجوم من ذهب. وانت يا صغيره صرت نجمه كبيره بسما الفن اللبناني بوقت كتير قصير. رح ندردش اليوم ونعرف كل اخبارك الجديده، ورح يسمعونا عبر اغاني اغاني وصوت كل لبنان، ورح يشوفونا على اليوتيوب شانل الخاصه بميركس دور، وكمان رح يتابعوا كواليس كل شيء عم بيصير اليوم على سبيسيال مدام فيغارو. اول شيء بدي اقول لك تو بيل فريش اي بامبانت، شو سرك يا بنت؟ اول شيء مرسي على انترو الحلو كثير. ثاني شيء ضروري تعرفي انه عاده بالمقابلات انه كتير بيأثر اللي عم بحاور على الضيف، فانه ضحكتك كتير كونتاجيوز، وانه كتير هذا الشيء غلاكسون. سري ما بعرف شو سري، بعرف بس انه بحب شو بعمل كتير وبحب شغلي كتير. بس هيدا هو هيدا مفتاح النجاح، سكون في افيك امور ريوسي توجور. بدي بارك لك انا على هالنجاح. من اول مره شفتك لفتي لي نظري، لفتي لي سمعي مثل كل العالم. بس اكثر شيء معلم فيي هو اول مره شفتك كان في ايفنت للميركس دور، وكنت يعني بعدك خالصه عرض مسلسل على امل. يمكن كمان كنت عم بتصوري اخر الحلقات، يمكن. كان في افطار للميركس دور، وكنت وافطار كانوا عاملين ايفنت للاعياد، وكنت موجوده وصرت راقبك وشوف هالبنت كيف عم تتفاعل مع كاميريات الصحافه اللي طبوا عليكي، وغنينا كلنا معك مثل الغيمه. هيدا هيك اللقاء سريع مع الصحافه مع المعجبين، كيف قدرتي هيك تضبطيه؟ بكون عم كذب اذا بقول لك انه ما كنت overwhelmed. كنت انه عم حس بكل هالمشاعر، وانه واو فجاه انه البريس كلها بتعرفني، الكل عم يجي يسال، وكنا بعدنا كثير يعني كنا عم نصور، فما عندي بعد مش عارفه الفيدباك ابدا، بعد مش ظاهره على الدكان، يعني انه بعد ما لحقنا، بعد ما لحقت استوعب شيء. فكان كثير حلو قد العالم كانت عم تحكيني وعم تعبر لي وعم تعطي رايها، و It was beautiful. عن جد عن جد كانت gathering كتير هيك. أول شيء بتصور خلتني هيك ركز إنه إنه أوكي في عالم experts بالفيلد، بعرف هذا الشيء. Now they know me. It's beautiful. بتحس هيك حصاد صغير يعني، بس إنه حصاد مهم، إنه تعرف اللي بيشتغلوا بالدومين إنه they know you، عم بتابعوك ورأيهم، إنه في كتير experts كانوا بهذا العشرة. أكيد وفي كتير experts كانوا عم بيتداولوا باسمك، لأنه اسمك مرشح بالدراما وبالاغنيه اللبنانيه. فشو بيعني لك هالشيء انه اسمك كان مطروح مع اسماء لها زمان بهالدومين، ان كان بالموسيقى او بالتمثيل الدرامي؟ وكيف ناطره النتائج؟ بدي اقول لك شيء، انه قد ما كثير حلو الواحد يشتغل، وانا بحب شغلي لهو يعني للجيرني تبعه. بحب اكيد وقت العالم بتقدر، بحب وقت الاودينس بتعطي رايها، بحب وقت اشوف حب العالم، هذا شيء كثير له لسته الخاصه. بس انا يمكن اكثر شيء بحبه هو فتره العمل، هو الشغل. الشغل بحد ذاته هو لعبه لي، انا كثير بحبه. بس اكتشفت هلا وعم بتعلم كيف انه تو انجوي ذا سكسس، تو انجوي البرافو، تو انجوي الزقفه، لانه كمان هيدا الشيء ما بيعني انه الواحد عم بيصير بغير محل فكريا، او انه عم تكبر الخصه براسه. بس استكشفت انه هذا جزء لا يتجزا. اذا الفنان ما بيعرف انه في ابريسياسيون عم بتصير، او انه في زقفه عم بتصير، مش رح يكون عم بيعيش الاكسبيرينس على الاخر، ولا حيكون عم يعرف انه يتحمل مسؤوليه بعد اكبر، لانه هذا الشيء بيحمل مسؤوليه. عقد ما كثير حلو الواحد ينبسط ويقطف نجاح، بس عقد ما كمان هذا الا تقلى والا إلا إلا هيك إلا تقلق إلا تقلق إنه الواحد يكون عم يتكرم، أو إنه عم يجيب سيرته قدام أسامي كتير كبيرة وصار لهم كتير زمان بيشتغلوا بطريقة كتير حلوة، وأنا كانوا ديزيدول، أو إنه عالم I look up to them وبحضر لهم وبسمع لهم. ف it's not easy. عقد ما كتير حلو حلو، عقد ما لنحكي الجد إنه منه شيء هين أبدا. أنت كنت تتابع الميراكس قبل؟ إيه أنا وصغيرة كنا عطون تابع الميراكس. شي مرة شفت حالك على المسرح هيك شي حلم؟ بكل صراحة ولا مرة فكرت فيها. ولا مرة فكرت فيها. مرة فكرت فيها.
بس لانه على طول كان عندي هالتوندونس انا كماريلين انه انبسط مثلا اطلع بمسلسل اقول اوف عبالي هذا الدور، يعني اكثر الشغل هو الكل وقت بعيط لي اللي بحس انه اوف هذا الشيء اللي عبالي اعمله بالحياه وعلى طول عبالي اعمله. بس اي ولا مره يمكن اي ريليت، ولا مره حسيت انه اوف عبالي يكون هون عم بتكرم بكل صراحه. يعني اول مره بفكر، اول مره عم تساليني واول مره بنسال السؤال، واي ثينك ايه هذا هو جوابي. ما بفكر انه بتسلى قدام المرايه انا وصغيره اعمل حالي انه عم بربح اوسكار، انه بتصور كل اكتر جوا جوا بفكر دغري بالبيك، لانه بما انه عم يحلم وقاعد ببيته قدام المرايه انه قوم اتخيل السيناريو اللي عبالي اياه. فانه هيك بس على كل حال انت بتستحق كل التقدير. وان شاء الله كمان نشوفك بالحفل ان كنت من رح ياخذوا الاورد او لا، لانه اكيد الاحتفال اللي انا شفته بعيوني، يعني دائما انتم كاكيب بتحتفلوا مع بعض، فمين ما كان ربحان ان كان من اكيب عامل او من اكيب يعني كممثلين، صح. انا اكيد انك رح تنبسطيلهم ونحن رح ننبسط نشوفك كمان معنا عم تحتفلي. اكيد جسد عن بريفيليج انه اتعرف على عالم ما بحياتي قبلتها وبحب شغلها كتير. فدجا بلشت تحضري حالك للريد كاربت هيدا كمان انه بحب من ضمن بحب اللوكس، بحب التياب، بحب الجنون، فانه بلشت على بكير. بس انه رح يكون في تاتو ولو اكيد ولو معي بس بدنا تاتو يكون مميز. نشوف بعد ما فكرت بكل صراحة بالتاتوز، بس انه ما فينا بلا تاتوز. اكيد شو قصة التاتوز؟ التاتوز هي انه عن جد صفة هيك شيء بيعتبره خاصه بالفاشن. اتس ان ايتم، يعني مثل الساك صار بالنسبة لي مثل الاكسسوار. اتس ان اكسسوري انا فور مي. بس بالاول انخلقت هالفكرة لانه استكشفت بارشيفي انا وصغيرة مصورين اخواتي مصورين عائلتي انه كنت مهووسة بالتشوباتشوبس. يعني بتصور ما كنت الولد الوحيد. بس مرة كان عندي بيرفورمانس ببيروت وقررت انه اعمل هيك تويست انا عم غني وكنت لبس جاكيت، وات سيرتن بوينت شلحت الجاكيت وصار في انتر اكسون كثير لذيذ، وصار انه عم بيركزوا انه شو محطوط، شو عم بتقول، شو عم بيقولوا هذا الشيء. سو وقتها بعدين كنت شاركت بذا فويس فرنسا، وكان انه اي هاف تو ثينك اباوت اول ذيس ديتيلز، ان كان لوك شو عم غني اكسترا. تذكرت رياكسيون العالم بيروت انه هيك كانوا انه انتريجد عبالهم يعرفوا شو مكتوب. فاستكشفت انه اتس واي للتعبير، لانه انا اذا بحب الموسيقى وبحب التمثيل وبحب الكتابه انه بحب كل هالونيفير هو لانه في حوار عم بيصير، في افكار عم تتداول، والمسرح هو فرصه الواحد يطلع انه يقول شيء وما يقول شيء بس يمكن بالكلام ولا بالتمثيل ولا بالمغنى. في كثير عندك، خلص عندك مساحه يعني. عندك المساحه. فانه حسيت اتس نايس اند بيسايد انه اتس فون اونستلي. والبروسيدور اني اعملهم قبل ما اكون عندي شيء كثير كبير بخفف من وطئه تنشن كثير، بذكرني انه عن جد كيف انه سيتان جو بالنهايه انه انت عم تعمل فن لانه اتس نايس، لانه بتحب تتسلى سيريوزمون، فانه ما انسى اتسلى. فاتس هيك فيري كايند ريمايندر فور مي انه ان شاء الله هالتاتو هيك يكمل ويصير عندك لاين بيوتي لاين كامله وفاشن لاين بيبقى لك على كل حال. ماريلين ماريلين من مسلسل عمل دغري رحنا على كونسرت مفول سولد اوت لليلتين بالاو. انا شخصيا جربت روح، ما كان في ابدا ابدا محلات، كتير زعلت. اول مره شفتك قلت لك بليز رجع اعملي لنا كونسرت، قلت لي نحن عم نحضر. شو خلق لك هال هيك تهافت الناس على الاو لحتى يحضروكي بيسمعوكي؟ بدي خبرك شيء، انه انا عقد ما مش واثقه، بس انه بكون كتير مركزه على شغلي بشكل انه عبالي كتير انه ينجح. عقد ما عن جد نجاح عمل موسيقيا ما كنت مستنظرته، لأنه كنت مركزة أكتر على أدائك بالدراما. لا بالاثنين أنا كنت كتير مركزة على الموسيقى. لا أكيد، بس بكل صراحة أنه I always did this music. فبتحس مثل كأنه في كتير أسباب للواحد يمكن ما يكون هالقد في انتشار لهالموسيقى. بتسألي حالك بجوز أنه يكون الإكسبوجر، بجوز يكون شو النوع، أنه النوع كتير بحبه ما عبالي أعمل كنت كومبرومي فيه، بس نفس الوقت أنه بركة هذا النوع ما بيحكي الشعب اللبناني.
فانه عرفت كان في هالبوسيبيليتي ورا براسي مخليتني انه not to expect anything، عدا عن انه انا مرني حالي not to expect anything، لانه انا ممثله يعني معوده انه اروح على الكاستنج اعمل كاستنج وانسي بدي اقعد افكر فيه ويجعني قلبي لما اخذت الدور، انه هو تفاصيل بس عن جد قدير مرني حالك عليه، انه مرن الارتيست انه يكون كتير ما عنده expectations للنجاح، كتير يشتغل بس انه ما عم بحكي عن كل الارتست، بس انا ها كانت الطريقه الصحيه اذا بدي. فايه كان الشوك كبير. وحتى للحظة انه انا عم بطلع مسرح الاو براسي انه العالم عبالهم يمكن يحضروا فرح، بعدني كتير بالفكسيون انه فرح لحديت ما شفت العالم حاطين جايين لمارين نقط، فهمت لا انه it's a little bit more personal انه they like what I'm كماريلين، انه صوت ماريلين، انه هون بلشت شوي دو رياليزي، وبكون كذاب اذا بقلك انه الصورة كملت براسي وانا انه كتير فهمانة شو عم عيش، لا بس انه ايه بس you enjoyed it اكيد سوبر. قد ما العالم انبسطوا انت كان بيّن التأثر عليك حتى انك بكيتي تأثرتي كمان ومعقول. في عندك عائلتك التانية كانت موجودة، عائلة عمل وماجي بغصن ونادين جابر وكل اللي بحبوك يعني كل اللي حضنوك بالمسلسل كانوا موجودين، وهذا لأنه عن جد عمل كل حدا أخذ المشروع عاتقه، يعني الأغاني بعرف أنه مش ماريلين عم بتغني، أنه لا ما حتى أصلاً موسيقى كيف كانت بعمل كانت عن جد عم تسرد مشاعر كل الشخصيات، فبين مزح والجد كل ما يقطع مشهد مثلاً فوتو مونتاج وفيه موسيقى بتلاقي على الجروب، كان عنا جروب هيك أنه الكل بيحكي يا الله يا الله أنه أتسنى أنه لأنه سابوس كان لزيموسيون، فعن جد الموسيقى كانت لغة المسلسل مش أنه لغة فرح بس أكيد. فكرمل هيك فهمت كيف هيك الأثر أكسيون هن مع الموسيقى كانوا كان بيرسونال، يعني قد ايه بحبوني بعرف وقد ايه عم بيشجعوا، بس بعرف انه هذا المشروع كتير بيرسونال لهم كمان. من بودكاست دور من اغاني وصوت كل لبنان شو بتقولي لكلمه لماجي بغصن وكلمه لنادين جابر؟ ماجي بغصن بدي اقول لك انه ما في احلى منك وما في احلى من الشغل معك، واللي ما بيشتغل معك عن جد ما عنده فكرة قد انت بروفيشنال، قد انت مهضومة، انه ما بعرف شو اقول، يعني ضغطيني ما عارفة بدي اقول بدي اقول له وبدي اعبر رجالي قلتي اكيد وصل لماجي عن جد، لانه كتير مزبوط وكل مرة بحكي وكل مرة يمكن عم عيد حالي ذات سوى، هلا قاعد عم فكر انه كيف ما بدي عيد حالي، بس تعرف قد بحبك وبحبك من قلبي. ولا نادين؟ نادين عن جد نادين الأساس، فبدي أقول لك مرسي وبحبك قد الدنيا، لأنه فرح أنه أنت خلقت فرح، عقد ما أنه كتير كنت حريصة على أنه أعمل شغل حلو، لأنه عبالي أنا نعمل شغل حلو ونتقدم ونعمل نقدم فن حلو، بس أنه ضروري ننوه أنه الأساس بالكتاب، وقت النص يكون هالقد سوليد صحيح خلص هيدا الكي كرمال الممثل ياخد مساحته وينبسط ويفش خلقه، ففرح اذا العالم حبوه هو بفرسنتاج كتير كبير لنادين جابر يعني اكيد. نحن بدنا نقول لهم لماجي ولنادين مرسي لانهم عرفونا على موهبتك الثانية اكثر واكثر، وانا بدي احكي عن شهاده انا اختبرتها يلي هي الكونسرت يلي صار بالفورم دو بيروت ومش من زمان كتير، بوقت كان في رومرز كتير عم بتصير انه بدها تتدمر بيروت، في قصف، في تنشن، العالم المغتربين اللي جايين يصيفوا فلوا، كان في دفي كتير 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 عالي، وما بعرف كيف جرأتوا عملتوا هالكونسرت، وانا حضرته ما في خبرك قدي استمتعت فيه، بدي خبر المستمعين ما كان انهم حظ يكونوا بين هالخمس تلاف شخص بالفورم بيروت، عن جد سما فريمون ماركي وكتير تأثرت غير بموسيقتك بحضورك وبتفاعلك. أول شيء قولي لك كيف قررتوا تعملوا هالكونسرت بهالظروف؟ من أول ما بلشت الحرب وأخذ ديسيزيونات مثلا أوقات أنه ما رح أغني بمحل، كان عندي أشياء بدي أعملها لغيتا كونسير نويل سنة الماضي، كان عبالي أعمل هيك كونسير بفترة نويل لغيته، لأنه أنا نفسياً ما كنت جاهزة من وراء الحرب ومن وراء الفظايا اللي عم بتصير حدنا. بعدين فهمت أنه أنه الدفي منا فترة وبتخلص، بعرف أنه لبنان من زمان عم يتحدينا لنضاين ومن زمان عم يتحدينا كرمال نوقف عجرينا ونضلنا عم تسيرفايف
وسرفايفل مود منه شيء جديد علينا، بس تعملي فن وبهيدا الوضع is very hard على الارتيست، حتى مش بس اخلاقيات وانه ethics وهيك. اكيد. بس بعدين فهمت انه طب ما انا بدي اعبر عن قد ايه صعب، وعن انه يمكن ما تهون، وعن انه كلنا بالهوى سوا. لانه انا صار معي شيء مره من الجدار الصوت بيحكر فيه هيك على الجروب، بقول جايز انا ماني قادر بقى، بهتروا اعصابي. وهو حدا كتير انه سوليد وما بيحكي وما بيعبر وبزنس مان، عرفت شو قصدي؟ فطلعت هيك انه لاول مره بنتبه انه لقيتي ضعيف، مش لقيته ضعيف، لقيت انه كلنا بنحس نفس الشيء، بس انا مفكره حالي فراجيل. انا مفكره انه لبنان بيدقرني زياده عن زوم. لبعدين فهمت انه قد ما معودين ما نحكي، لانه معودين على سرفايفل مود، كل حدا منا ريزيلينت، وكل حدا منا ريزيلينت يعني مضايق وعم بيقاوم، مش انه اندينايل. ايه اكيد. ففهمت انه طب لا، ضروري ساعتها نخبر بعض هذا الشيء. فشوي قلب الكونسير من ما انه نقرر انه نلغي من ورا الوضع، انه طب قوموا نحكي مع بعض، قوموا عن جد سوا نعبر، لانه رح نفطس رح نختنق اذا ما قلنا لبعض انه سوا حاسين نفس الكونتراست، نفس الكونفلي، نفس الصعوبات، نفس الستراجل، نفس الشيء اذا بنفلق او بنبقى. طب ما هو انه اتس كايند ريمايندر انه اتليست اذا بدكم تبقوا، لانه انا بدي ضل، وبدي انه الارتست رفقاتي يبقوا، وبدي حتى رفقاتي يبقوا مش بس الارتست. فاذا بدي يبقوا اتليست بدي ريحهم بطريقه، وما في غير التعبير بيريح. فقلت انه لا، انه عندي هذا الشوا، مثل ما عندك انه الواجبات الاسكس وهيك، وقررت انه لا، ما حدا محلنا، وما حدا عم يتحمل قدنا، وانه عاد ما في اخلاقيات، بس عاد ما نحن في بارت من انه مين قالكم نحن قاعدين عم نتفرج على الحرب؟ ما نحن بقلبه، ونحن عم نكون بارت من قد ايه عم نعرض حياتنا للخطر كل يوم، وعايشين مناقضه بكل شيء، بقد نحن بدنا نكون مبسوطين وشغلين وعنا احلام نحققها، وعاد ما انه كل يوم بيومه. من هيدا الوضع اللي انت عم تحكي عنه طلع شعار ميركس دار 2024، واللي هي الشعار بيقول heal the world with arts and music. لا نعطي قدي يعني نفرج قدي أهمية الفنون بشفاء الوجع، مش بس بشفاء الوجع، أنا بلبنان وبالعالم، هو لبنان وبالبلدان عالميا حيلا إيديولوجية، حيلا تفكير، حيلا اتجاه منحة. البلد بده يعزم الشعب تبعه لإله، بيستعملها بالفن، لأنه صح. أقرب شيء على القلب وعلى العقل وعلى النظر وعلى السمع. فانه ما بعرف ليه ولا مره بلبنان بيفهموا اهميه الفن بالسياسه، يعني بالسياسه، ما عم بحكي سياسه الاحزاب، عم بحكي سياسه الوطن، سياسه الشانجمان. فانه مش مزبوط انه التعبير كتير شيء اساسي. ذاتس واي بلش الكونسير بسيتاسيون بتقول انه عن جد الفن منه قطعه لنزين في الصالون، فن هو سلاح دفاعي وهجومي ضد العدو، شو ما كان العدو. العدو فيكون وباء، فيكون شخص، فيكون بلد، فيكون اي شيء عم بيهددنا، فيكون طقس، كل شيء عم بيهدد. فانه ما نعبر، بدنا نضلنا انه كاتمين انفاسنا وراسنا حبوب الاعصاب، انه لا. هيدا الكونسبت بالنسبه لإلي شكل هيك عن جد دهشه، اندهشت لما شفتك ولما شفت الببليك تبعك. الببليك كتير بيعكس صوره حقيقية عن الفنان نفسه، يعني صرت راقب العالم اللي عم بتفوت، الأعمار، الاتيتيود تبعهم، الترتيب، وبذات الوقت يعني السامبليسيتي، بس بذات الوقت في ايدنتيتي معينة. وكان معي ولاد خيي اللي هن من عمرك، كنت عم براقبهم عن جد عم بتطلع كيف بيعرفوا كلمات هالأغنيات يلي ما صار لزمان طالعة، اللي هي هينة بس بذات الوقت صعبة تحفظيها. عن جد استوقفني هالشي، وأنا بدي أسألك اختيار الكلمات مع الموسيقى منفكرهم كتير سهلين، بس أنه أنا بالنسبة لإلي صعبين، لأنه المكتوبين صح بس هن صعبين. يعني بتوصل الفكرة، كيف توصفي هالتفاعل مع العالم، مع الجيل تبعك؟ انا عطول يعني مش عطول كاريرتي متواضعه كانت قبل عامل، وعامله غنيتين وعم بشتغل على الاغاني، بس انه ستيب باي ستيب.
بس استوقفني كتير أنا كيف بيكتبوا بلحن جاد عبيد، لأنه تحية لألو أكيد. أنا أكيد تحية كتير كبيرة لألونا. أنا بيرسونال ماربيت على نوع موسيقى منا ديركت بالكلام بس كتير ديركت على القلب، فهيدا هيدا المعدلة صعبة إنها تنوجد، بس بنفس الوقت طول عمرنا كان عنا إياها. ما بعرف ليه بعدين صارت الموجة، وبتلاقي أصلاً إنه عن جد مثلاً جيل أهلي صاروا يحكوا إنه بالطراطيق، وما بعرفت إنه بيصيروا يحكوا إنه الموسيقى وين رايحة والفن الهابط، وما بعرف ليه فجأة صار شيء الشعبي هابط. ما بحياته الشعبي كان هابط، الشعبي بيمثل الشعب، والشعب تبع لبنان، ولبنان بلد بلش فيه الفن كتير عبكير بهيدي المنطقة أكيد. الجغرافية، وكتير عنده قبول، وكتير أرتيست، وكتير خلاق، وكتير كيف صار؟ كيف صار الشعب منستحي فيه؟ ما فهمت. فعن جد هذا الشيء من أنا بكل شيء، حتى بالسينما بالمسلسلات بكل شيء بلاقي إنه لا لا النيفو إنه ما نقبل، ولا إنه في عندك نوع خمول، لأنه بكل شيء مش بس بالفن، لأنه صار عنده خمول اللبناني، تعب تعب فبطل عم يعمل إفار. بس انه انا وجاد والاكيب اللي انا تعرفت عليهم بالحياه وشفتهم قديشهم تالنتد، وهن التيم اللي انا هلا بشتغل معهم اللي هن كتار، واللي هن كلهم اكبر واحد فيهم بالثلاثينات جاي لقلي كل يعني لقيت انه كانه البلد بألف خير، كانه نحن بمحل كتير سمح لنا نخلق فن، محمسين كلنا كل حدا يعبر على طريقته، ان كان بالصوره ان كان بالصوت ان كان بالانتاج ان كان بالكتابه ان كان بالتلحين. فهمت انه اوكي ثاقبت كلهم عم بيكونوا هلا بايماج هلا من ورا هل احداث اللي صاروا انه بمارلين نعمان، بس هن كلهم عم بيحققوا شو بدهم من خلال، اكيد عارفه حالي شو بدي، واكيد كتير بهمني دو كومينيكي مع العالم، وبعرف وعندي جلاده وبعرف شو بدي وبدرس خطواتي، بس بنفس الوقت عاطي خبزه للخباز اللي هن كلمات للي بيعرف يكتب، والصوره للي بتعرف تصور، ورشه عمل يعني ورشه عمل لانه ورا هيك ورا ورا الاعمال لانه هي هيك ولانه هي هيك. وانا بنظر الارتيست وقتها يفقد ثقته بالعالم اللي حواليه ويتكل بس على حاله، ما انه فهمان هو انه صار عنده هو رايه بالكلام، هو رايه باللحن، هو كيف يعني انت بكل هول اكسبرت؟ ما انه كثير نورمال الشيء، ويمكن يكون اكسبرت وبيفهم، بس ما حيكون احلى شيء لانه بنيه في عندك حدا ديديه كاريرته او حياته للصوره بار اكزامبل. فاي كل هالميلانج بتصور خلوا العالم واليوث يمكن اكثر شيء كثير يكونوا انترستد، لانه في عالم بروفيشنال عم يعمل كل حدا منهم شغله. اكيد عارفه انا شو بدي ومش على طول، بس انه اكيد مش على طول، بس انه بثاقبت بالمشروع اللي هو على امل وبوست على امل والكونسرت وكونسرت الفورم، بس انه في عندك اكسبرتس لو ماكسيموم بالثلاثينات they are experts. قد ايه حملك هالشيء مسؤوليه؟ عقد ما حملني مسؤوليه، بس عقد ما كثير تحمست، لاني فهمت ان مزبوط العالم عم تيجي تشوف ماريلين نعمان، بس انا كماريلين نعمان بعرف انه انا بارت من الشو، فهذا الشيء مخليني هيك عرفت اقول انه اوكي انا الصوره انا الدليفري، بس كارولين لونغ عامله هوليتيب، بس جاد عبيد موزع الكونسير، بس انه لين مهتمه بكل الفيزوال. فبتحسي انه وقت عن جد اصلا كل حدا بقرر اني سلمه شغله، كيف بين مزح وجاد، مش بيقل شغله لانه انا اقل وقت شغل، بس بيقل المسؤوليه لانه عرفت اني وثقت بعالم. اتس تيم ورك، اتس اولويز تيم ورك. على سيره لين، يمكن عالم اول شيء نقول هاي للين طويله وما قلنا جود لك، لانه هي اليوم مش معنا عند الفيلم تبولها، عند ارت ريزيدنسي عم تكتب، كتبنا انا وياها شورت، هي رح تخرجه، اتس شورت فيلم قصير كتير كتير لبناني محط، بنفس الوقت هلا هي بالتحضيرات لانه مفروض قبل ما تخلص السنه تكون صورته، and she directed her second not second actually her third short film. ما نقلها good luck وما نقلها ميرسي، لأنه عم تعرف كيف تدير أعمالك. هلا يمكن العالم اللي عم تسمع أنه ماريلين نعمان ما إلا زمان طالعة عندها مدير أعمال، أنه يمكن يستغربوا، يمكن يلاقوها هيدا شوي شقاف أو ما يفهموا. بفتكر أنه أنت كل اللي حكيتيه قبل عن التيم وورك فسر هالشي، وأنا بدنا نقلها كمان ميرسي لها على مهنيتها كمان تعاطي مع الوسائل الإعلام، كيف تتعاطى معنا، كيف بتحدد. Lean is way more than my manager. Yes, she's a friend. She's a friend, she's a sister, and she's a creative partner.
يعني لين شيز ا دايركتور، ما انه حدا بس عم يجي ورق، وشيز نوت مديره اعمال بالبزنس سايد بس، هي حدا خلاق كتير، بتعرف شو بدي. وقت كتير بستصعب انا اوصل شو بدي، فكتير بتعرفني، فبتعرف شو بدي المبوس، عدا عن انه اوقات شي انيشيتس بروجكتس بتكون هي طالعه بالفكره وانا بجي اي جوين، وبنكون انه ما بقى بعد ما بقى عم بعرف. صدقيني اذا بنحكي عن مشروع معين ما بعرف اوقات شو اللي هي طلعت فيه شو اللي انا طلعت فيه، وحتى عندها حتى بكتابه متنصوصه، ووقتها عم بيختفي الايجو وتفهم انه انت عم تشتغلي مع حدا هالقد ارتست، وهي تعرف انه انا عن جد ارتست، مش بدها تديرني واحد. بيصير اجوجو الشغل، بيصير ما بيقدينا ساعات بنهار قد ما بنحب شو عم نعمل. لين كانت معك بتجربه ذا فويس؟ لين شي وازنت ماي مانجر باك ذن باي ذا واي، ما كانت مديره اعمالي، بس كان عندها مدير اعمال حدا تاني، وكمان حتى يمكن اللي بيسال حيضحك انه بس هذا هو اللي ضروري يعرفه اللبناني، انه مدير اعمال منا شوفه حال، مدير اعمال يعني حدا كتير محترم شغله وما عباله يخبص، وعباله يعطيك لكل حدا مساحته الجوب تبعوله، الجوب تبعوله، لانه بالنهايه انا بعرف غني وبعرف بعرف اعمل يمكن اشياء اكثر، وبعرف ما بعرف اعمل ديلز ولا بعرف احمي حالي ابدا 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 ايه. ابدا اكيد انه ما بعرف اعمل ديلز، ما بعرف احكي مصاري، وما بدي احكي مصاري، ما بدي، انه في اشياء بتقرري كمان ما تعمليها، فبكون عندك عالم بدها تعملها وبتكون شاطره فيها. فلين لين بيضحك انه اجت اوبورتونيتي ذا فويس وحكيوني، ولين قد ما هذا الشيء عن جد اول مره بقوله، قد ما عن جد اشعتني ارتست قبل ما الدنيا كلها تعرف فيه عن جد، انه عقد ما اهلي يمكن ولا بل اكثر من اهلي اكيد، لانه حدا كثير از ان ارتست قادره تقشع على الارتست اللي فيه. لين حتى سالتني انت اكيد بدك تعمل ذا فويس فرنسا، وقت حكيوني قلت لها لين انه شو عندي اخسر، ما عندي شيء اخسر. قالت لي لين بس مارين عم بيقيموك، ونحن ما بنؤمن انه الفن بيتقيم بهذا الشكل، وانه الفن ما، قلت لها معك حق. قالت لي بس انه ليه، انه بركه، انه لا. فقطع دوت، ما كنا عم نقول ايه او لا، بس وقت قطع الدوت انا بعد فتره استكشفت انه معقول قد ايش عتني بعين كبيره، انه انا بدي نط، وانا اكيد بالافنتور وبعرف قد ايه حيكبرني، وكل شيء بكبر وكل شيء، يعني بعدني كتير جان، وما رح ما حكتفي علم، حتى ما حكتفي علم واكسبيرينس، بس هيدا كتير عنالي بوقتها. فبوقتها اخذت قلت ايه، وفتنا بالكومبيتيسيون وبلشنا بالجو، لين شي وازنت ماي مانجر اوكي، وما كان بدها تقفي ستيب عن جد، تقطع تكت لتجي معي لتروح لتكون بالكواليس، كتبنا سوا كلمات جو سوي مالاد بالعربي وموريس جيسان بالعربي. بتحسي انه حدا عقد ما انا انفولد هي انفولد، فانه اتس هير بروجكت، ولا مره حسبته انتيتي بعيده عنا عن جد، لانه فهمانه قديش هي سبورت اوف ذس. نحييها لليل عن جد، ونقلها كمان حلو انه قد حكينا عنك، خلص للعالم تعرف انه كرييتيف اصلا بتشبهوا بعض، لما بشوفكم مع بعض هيك بحسكم مبينين. ايه هو الواحد عشر الام 100 يوم بتصير مثله. ايه عن جد كثير صار في انه حركتكم مينو، العالم تنقز اوقات، ونحن شو على باز شخصيتين مختلفين يعني كثير. ايه بس دائما بين الاصحاب بيكون في هيك ايه، بس خلص بنعجن الواحد مع الاشخاص اكيد. تجربة The Voice اللي حكيت عنها أكيد صرت حكي كتير عنها، بس بدي أسألك بين تجربة The Voice وهلأ هالوقت اللي قطع، شو اللي هيك كسكي تماركي من ورا هالإكسبرينس، شو بقي عندك منها؟ عندي شيء قارنه فيه، أكبر مسرح كنت عيشته قبل ما أطلع على الفورم وقبل ما أطلع على مسرح الأو، كان أكبرهم The Voice فرنسا، لأنه ما عم بيقد العدد للعدد الموجود بقلب الصالة. أنت عم تعرض هذا الشيء لملايين من الناس بأوروبا وبالعالم العربي وبلبنان، يعني ما بعرف قد الانتشار كان واسع، كان كتير واسع. فإذا بدك وقتها خلص تكون عم تعملي هالخطوة، اللي أنه أنا بالموجود رح أطلع قد لملي مساء شمال يمين تقول شو عبالي أقول، بتصير الاشياء اهون مع الوقت. ليه؟ ما بخف التراك ولا مره، ما عم بحكي عن مشاعر انا كارتيست، انا سكر كابي بالفورم ما كنت حاطلع على المسرح. أكيد. بس فعليا قصدي اقول انه مع الوقت وقت بلش الباركور صار على قليل العالم جاي تحضرني، تعرفني بتحب موسيقتي، فجايه الببليك مع حب، مش جايه ما بيعرفك وعم يتعرف عليك. فهذا شيء كمان انا باكون باغي، لانه وقت تعرفي انه في حب
طاقة لحالها هيك بتسحبيها صحيح وترجع بتكبيها. وهذا اللي صار بالفورم عن جد. أنا فتت 5000 شخص، بدي ارجع افوت على الكوليس داخل، خففت هيك السكوب يعني، صرت عم ركز على اللي واقفين قدام واللي واقفين قدام يعني الاول ثلاثه رانجيه حقيقه من الساعه 8 جايين. انا غنيت 5 دقائق لهم يعني، ماني قادره ماني قادره اشيل عيني عنهم لانه عم بستكشف، لانه ما كنت عارفه هالقد. اوكي عم تحكي ارقام انستغرام، عم تحكي سوشيال ميديا، بس اي دونت نو وما راح اوثق بالتكنولوجيا انه هي توصل لي. واقفين من 8 للعشرة ونص، صرنا بعصر انه الواحد اذا بحب يحط لك قلب. شو بيعني القلب؟ طب قد ايه حابب قد ايه مش حابب؟ فلا شفتهم قدامي انا لجغياليزي وسمعتهم بلش الغنيه يكملوا. انا من 8 لانه الفورم مفتوح بالباك ستيج على بعضه، صحيح. انا من البراب عم بسمع صوتهم واسمع شو عم بيقولوا. فمنهم لسحبت طاقه لا قلع الكونسير بكل صراحه يعني. انا لا يعني جد لعطوني ثقه بانه خلص لا ايه. هالتفاعل يلي هيك لمستيه لايف كمان، انا هيك عملت سكرول شوي على الكومنتس اللي بيجوك، بترد عليهم انت بيرسونيلمون للمعجبين؟ انا اوقات ما برد على البوست، بس انا دايركت مسج وقت يحكوني كتير بياخد وقت اعبر اقرا، ويمكن ما بعبر بكتير من ال ما بعمل الابوغاسيون، بس ببعت سيني انه انا شفت وانا اي ابريشيت كثير. وحتى اوقات بكتب انه على الخاص يعني اكيد بكون عم باخذ وقعتي في شيء، بس لفتني. اوقات على البوست بحس انه ما بيعود يخلص الواحد ايه. انا ما بدي اقصر اكون ناسي حدا وهيك انه اكيد. اذا بدكم ايه. شيء من ماريلين بعتوه لالين 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 لا انت بدك تضلك ترد عليهم لا على التواصل الاجتماعي على طول انا برد عم بحكي ايه. اكيد شغل انه اكيد ايه. شغل عند لين من الاشياء كمان الحلوه اللي شفتها هالثنائي اللي كان على المسرح مع جوزيف عطيه، واللي عمل ضجه كثير كبيره وانسالت عنه كثير، صح. هيك منك لبودكاست دور اكيد يلي هو البرنامج عم يرافق الميركس دور، خبريني شو العلاقه يعني هالعلاقه القويه بينك وبين جوزيف اللي خلتك هيك تدعيه على المسرح وتعملوا هالثنائيه بدون ما تفكري شو معقول يترتب عنا هالطله؟ ما هو لانه ابدا ما في علاقه كان من قبل، فما فكرت انا literally as I mentioned before طلع لي انه جوزيف عبر انه حتى بس ليعرفوا انه كيف ما كان في كونتاكت بين انا وجوزيف وقتها. قال شو احلى غنية عنده، قال لو بترجع، ولا حتى قال ليش ما بترجع، سؤال التايتل غلط ايه. بس انه كتير انا appreciated انه عم بحب الغنية وعم يسمعه. سو من هون طلعت الفكرة، لانه as you saw baby بالفورم كان عبالي يكون في اكسبيريانس، لو حتى انه بروب عم بتفوت، كرسي عم بتروح، كوستيوم عم يتغير، كوستيوم عم يتغير، انيماسيون عم تتغير، كان عبالي حتى ميوزيك يكون في تويست، مش بس قدي الموسيقى بياخذوا العقل. وجاد عباد والموسيقى كانت تاخذ العقل كشغلهم هن، انا كتير بحبهم كموسيقيه، كان عبالي يكون في تويست بعد بالموسيقى. قلت حلو الكسره انه يكون في فوا ماسكولين عم بتشاركنا المسرح بأمومودوني. سألت انه ليش ما بغني، ليش ما بترجع، وانا دجا عندي ليش ما عندي موهوم، حبيت عيونك، انه انا هو اغاني ربيت عليهم انا وصغيره يعني. كنت حب اني كان جافي ان غاف، حتى قلت على المسرح جافي ان غاف دو شونتي افيك لويس يوخسان، لانه كثير هو كمان اختبر النجوميه بعمر كثير صغير، صح كمان. صح بس لغير سبب انه قلت انه سيتان بوتي راف جافي كون جيتي بتيت، انه طب انه خلينا نتسلى انه ليه ما بعزمه على السان وبركي بركي بيقبل. هذا اللي صار، وعزمته. ومن بعد رجع لي رد لي العزيمه اني اكون عم بحضر له الكونسرت تبعه. سو بما اني كنت موجوده غنى مثل الغايمه، انه مثل الغايمه بعرف انه العالم كانوا كتير عم يسمعوه وكتير حبينا والببليك انبسط فيها. ومن بعد تمرنا بطريقه كتير بروفيشنال، بس بدهم يعرفوا الاودينس انه انا وجوزيف ضحك 24/7 في انه باوند يعني، في نحن عن جد كتير رفقه اوني دي زامي، فلدرجه انه العالم فهموها غير شيء، بس انه ولا شوي انا وياه عن جد كتير كتير اصدقاء، كتير رفقة وكتير منتفق، لأنه عنده فون نظيف وفون قلب بعقد، صحيح. يعني واضح فنان حقيقي. أنا عم بحكي عن جوزيف أنه هو he's too obvious، فأنه أنا بهيدا الأونيفير اللي كله شخصيات
اوقات انترستينج، اوقات بتخوف، اوقات قلبه طيب، انه كتير انبسطت انت عرفت على جوزيف وطلع مثل ما انا مفكره بجوزيف مزبوط، لانه اوقات يو جيت ديسابوينتد وقت تتعرف على الارتيست عن قرب، ويتش وازنت ذا كيس. بعد ما اشتغلنا مع بعض كتير صرنا رفقه، فايه العلاقه بعدين صارت قويه على صعيد صداقه كتير، لانه يعني هلا بنضل نكت على شو العالم عم بتفكر وعلى وين عم بيروحوا، انه اكيد انه عم بيضحكنا شيء، بس انا دي تري بون زامي دايما. يو هاف تو اكسبكت دايما الناس بتضوا اوكي انه ويونج ارتست بده يطلعوا، بس كمان اللبناني مش معود يشوف على طول، بده انه عرفتي بده الستوري اللي هو براسه بيضحك، بس انه اوكي. طب هيك الناس شافتكم يمكن في الخير. ما حدا بيعرف، بس انه صوفار انا دي تري بون زامي عن جد. حكوا حنا احنا بنحييه لجوزيف، بيزو جوزيف، جوزيف كمان بنحبه كتير ودايما بيلبي دعوات الميركس دور، ودايما كمان حصل على جوائز، ومنقول له انه كمان ناطرينه ب 22 شهر على مسرح كازينو لبنان. طيب قولي لي هلا الهوى عندك كيف؟ عم يغزل فيه على الخفيف. عم يغزل على الخفيف او كيف؟ لا انه بعض الشغل كتير هو اللي بيخلي قلبي يدق هلا الشغل. بس ما بتحس انه الهوى والحب والهيك بيعمل بخلي الارتيست يقدم اشياء احلى أكيد واحلى؟ اكيد، بس كتير انه انا عم بتروى كتير، لانه عن جد عندي كتير بعض مشاعر لازم حسها. انا منتلي كتير كنت ردي وبضل احكي حالي، وانا حدا انه بحب كتير علم النفس وكتير بحب افهم شو عم بيصير، لانه العالم الفن عالم كتير كبير وكتير له ريسبونسابيليتي، سبيشلي انه انا صارت بوم، صارت فجأة، فكتير محضرة حالي فكريا، بس مشاعريا بعرف انه عايزني بعد وقت استوعب حس اللي عم حسه. I had huge opportunities حتى من بعد الاو وقبل الفورم، اني طلعت شاركت المسرح مع اليسا ايكون. بدي اسالك عن ايكون، انه انا فكري كان واعترفت بموهبتك، يعني ايكون مثل اليسا وعملت لي سيربريز. انا على المسرح ما كنت مستنظره ابدا انه she's gonna be suggesting to produce a song، يعني عن جد انه حب العالم بدك وقت لتستوعبيه، والحب الحقيقي بعد بدك تفهميه، لانه هلا فيكون كله مخلوط ببعضه، عرفتي المصلحه بين عن جد الحقيقي بين الكومنتير الصادق بين، ف بدي روق، بدي هيك تو جو ايزي اون ماي سيلف، استوعبي كل شيء صار معك. اكزاكتومون، لا لا للقلب يرجع يطلع له مساحه. لا بدنا نعطيه مساحه للقلب اكيد، لانه بيعطي انرجي كتير كبيره. الشيء اللي حكيت عنه اليسا انه بدها تعمل لك اغنيه، بدها تنتج لك اغنيه، عم تتباحثوا فيه هلا ولا مؤجل لانه انت مشغوله هي مشغوله؟ ما اكزاكتومون، انه عن جد عندها هير اون كونسرتس، وانا كان عندي الفورم، وانا بنمزح جد هلا لخلص الفورم، يعني انه فحكينا اكيد بدنا نلتقى، ومقررين انه رح نلتقى ذاتس فور شور، يعني ان شاء الله ناطرين اكيد بيطلع شيء كثير حلو. حكيتي هلا عن عالم الفن اللي انت اكتشفتيه يمكن قبل لبنان، اكتشفتيه باوروبا مزبوط، واكيد هنيك هيوج الاوبريشن اللي بتصير بشيء برنامج هالقد عالمي وكبير، وفتي على الدهاليز وشفتي شو بيصير، حتى بالديوال يمكن اللي بتعملوه على المسرح الكومبيتيشن يمكن بيصير بالحقيقه حد اكثر. صح. كيف ملقيتي عالم الفن؟ منيح او بده؟ بدي اقول لك شيء، تلميعه. بده تلميعه على قد انت مأثره فيي وباغانيك، يعني فايتين بالقلب انه عم بستعمله، مش نضيف وبس بده تلميعه. مش نضيف. مش نضيف. بس الحلو انه اللي عن جد عبله الشخص اللي عنده شيء يقوله ما في شيء بيعرق طريقه، يعني قد ايه صعب الفن وقد ايه في شوشك على شو بدك تقوله، شطارتك انك تكوني انت كتير عارفة حالك شو بدك، كتير عم تستثمري وقتك بانه بصحتك العقلية الجسدية مشاعرك، تستوعبي كل شيء تضلك كتير سوليد، شو ما انحطيت بحالة موقف ما في شيء حتى بيأثر كأنا كردة فعلي، لانه كمان كتير مهم الواحد يكون عنده فالور، لانه اذا ايزي اللي فيك تغيري او تستغني عن فالوراتك بمواقف معينة، فعقد ما انت ردي عقد ما بيأثر فيك لو قد ما كان مجوي، لأنه بالنهاية هو مصغر عن مجتمع، بس الفرق أنه عليه سبوتلايت، سو بتشوف الأشياء بطريقة بتفاصيلها يعني، بس ما بيفرق عن الحياة سلامام شوز، بس الفرق إيه أنه كل شيء عن مفضوح which might be beautiful sometimes، بس أوقات إيه أنه مخيف
وبيصدم أكيد، بس إنه ما بيأثر على وقت تكون أنت كثير عارفة. هيدي كلها تجارب يعني بالحياة بتقوي الإنسان وبتقوي الفنان، والإنسان على طول عنده خيار. هذا هي إنه ولا مرة ولا مرة عرفتي مسير. أنا باعتباري أنا فبالفن تحديدا يعني الارتيست هو بيقرر شو بده يقول، هو بيقرر شو بده يعمل، هو بيقرر كل شيء. فانه لازم يكون عنده ثقه انه عنده هالبوفوار. من هون بحس ما بقى بيكون في تشويش عظيم. يعني ان شاء الله تضلك تلمعي ويضل كل شيء نظيف حواليك وتعطينا هالفن النظيف اللي نحن كثير عم نستمتع فيه. مرسي. انا كثير استمتعت بهالحلقه. فشيتيلي خلقي، بدي اقول لك بيزويات كثار لك. يا بيي شو بيزو. يا بيي شو بيزو لك. وبدي اقول لك ميرسي. وبدي اترك لك الكلمه الاخيره لك لتوجهيها للميركس دور، للجنه التحكيم، ولاكيد دكتور زاهي ودكتور فادي. دكتور زاهي دكتور فادي، ميرسي كثير على اوبورتونيتي ميركس دور على باز، لانه كفكره ما في احلى من انه الفنانين اللي بيكون كل حدا معجوق بحياته يكون في ايفنتس، وبالاخص الميركس دور ليله هالقد بتجمع الفنانين بين بعضها، لانه الهدف كلنا انه نعمل فن. فما في احلى من انه يكون في صاله جامعه الفنانين مع بعض. فميرسي على باز على الميركس دور دو على كل انيشيتيف والشغل اللي بتعملوه عن جد، تضل في صوره عن لبنان حلوه، تضل في نيفو وستاندار ما عم ينزل عنه. مرسي على الإفار، لأنه أنا as a young artist ما في إلا ما أشكر الإنسياتيف بأنه يكون في مساحة، يكون في مساحة للصغار للكبار لكل حدا عن جد بيخرق وبيبين أنه عنده شيء يقوله. ف enorm merci. وأنا I can't wait للميغاكس، ومرسي على هالبودكاست اللي كتير حلوة، حكيت إشياء كتير لأول مرة عن جد. مرسي لأليك، أنت ريحتيني. أنا بحبك كتير. أنا مثل كتار 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 هلأ حسديني لأنك معي. بدي أقول لك ناطرينك لو 22 بكازينو لبنان، وبدي أقول للمستمعين أنه ينطرونا بحلقة جديدة من بودكاست دور عبر أغاني أغاني وصوت كل لبنان. بيزو. شكراً وبيزو.